السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 6 مايو 2011 النشرة الأسبوعية من مقر بايو أسلي. سهام أنشير تحيي المتابعين بلسان جميع أعضاء بايو أسلي. نبدأ الأخبار بالصفحة الجديدة لموقع بايو أسلي. حلول الربع الثاني من السنة تم تجديد الصفحة الرئيسية لبايو أسلي لتكون أكثر جاذبية من ذي قبل. وسيقدم الموقع الجديد بخمسة لغات عالمية: المالوية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية والعربية. الغرض من هذا تسهيل التواصل ل 231 بلدا. هذا وسوف تؤخذ بعين الاعتبار أي فكرة أو وجهة نظر من جميع الأعضاء. وعلاوة على ذلك، مذيع بايو أسلي الأسبوعي سيوافينا بآخر الأخبار المتصلة بالمنتجات الحالية، الأسهم، الأعضاء والمخزون. وحول كل شيء متعلق ببايو أسلي سيلقى بخمس لغات مختلفة. فيما يخص المنتج وشهادة الأخبار، فبايو أسلي فيرجين كوكونت أويل ديودورون سوفت أكس 3 الآن متوفر في الأسواق، خالية من مركبات كلوريد الألمنيوم والكلوروهيدرات، والتي تم اعتمادها من قبل الأطباء كمصدر لسرطان الثدي والزهايمر أيضا الذي ينتشر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، مزيل العرق فيرجين كوكونت أويل خالية من البارابينات، مزيل العرق صالح للاستخدام في كل منطقة طي أو رائحة من الجسم. ننطلق مع أخبار أعضاء وكلاء المخزن. يقدم بايو أسلي لجميع خازن وخازنة والنخبة كل أسبوع في عطلة نهاية الأسبوع عرض الإعلانات في كوسمو وصحيفة أخرى، وهكذا يمكن أن يحدث هذا الإعلان تشجيع أعمال بايو أسلي فضلا عن الأعضاء والخازن على تطوير أعمالهم لوكلاء المخزن والنخبة النشطة والمهتمين. يمكنكم استدعاء الشركة لعرض صور ومعلومات في هذه الإعلانات من كل أسبوع. لإبداء تحفظاتكم المرجو الاتصال بالرقم 0193880098. أن ينتهي البث ننبئكم أنه تم الإعلان عن 20 محطوطا فازوا ب10,000 ريال ماليزي. الآن فرصتك لتجربة حظك، تنافس على 500 ريال ماليزي نقدا مع قسيمة شراء قدرها 150 ريال ماليزي. المسابقة مفتوحة ابتداء من 1 ماي إلى غاية 31 ماي، تأكد من الفوز هذه المرة. نتوقف هنا ونراكم مرة أخرى في نفس الوقت من الأسبوع القادم. عن أي استفسار أو أسئلة يرجى الاتصال بنا على العنوان الظاهر على الشاشة. شكرا لكم وأطيب المتمنيات. دمتم في رعاية الله.